إذاعة دولة الكويت تقدم عبد الحسين عبد الرضا حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. كلنا على قده حلم يكون والدنيا بأحلامك تحلى وتكون. خل دنيتك أحلام والخير قدام، لا تنشغل بالناس هذا قاعد أوقاف. يا مستورة ترى سمعنا معاكم إلى مسلسل أحلام الزرازير يوميا الساعة 6. الساعة 6 كان على إذاعة الكويت وشغلنا اليوم براد والجميل اللي موجود يمنا، كان نسمع هذا المسلسل من تأليف الفنان العملاق القدير عبد الحسين عبد الرضا وبطولة الفنانة حياة الفهد وإخراج فيصل المسفر. مسلسل جدا جميل كوميدي، ودائما بعدنا نعودنا على الأشياء الجميلة المميزة اللي يقدمها سواء كان بالإذاعة أو بالتلفزيون. بعدنا نبدع هالسنة بالإذاعة وكل سنة نتمنى العودة بالتلفزيون. راح نتعرف أكثر على حوار أجرى شيخ المعدين الأستاذ قاسم عبد القادر رئيس فريق العمل، فراح نروح وياكم بنشوف هذا اللقاء الحصري. أنا محتارة للحين، محتارة من أبو عمر، لأن ذاك اليوم أبو عمر كانوا في حياة الفهد أكل فنان قديرة، واليوم مع أبو عدنان. خلنا نسمع وياكم هذا اللقاء. فناننا الكبير وأستاذنا عبد الحسين عبد الرضا، نتشرف فيك دائما في الغبقة رمضانية وغير غبقة. أنت نور التلفزيون وأنت تاريخ الفن الدرامي والاجتماعي والكوميدي كله. سمعناك مؤخرا في مسلسل أحلام الزرازير بالإذاعة. ايه شو الإبداع هذا اللي قاعد تسويه بالإذاعة أبو عدنان؟ والله يا الحبيب يا أخوي قاسم، أنت طبعا ويانا من البداية في هالمجال، المجال الفني. وأنا الحقيقة كان على أساس أسوي مسلسل تلفزيوني، فكان عندي نصين ثلاثة قريتهم، كاتبينهم بعض الكتاب ما أحب أذكرهم عشان لا يندكرون على الأقل، فما عجبوني النصوص، ما عجبتني. فتعودنا أن دائما مع الإذاعة نسوي شيء، لأن أنا أحب الإذاعة ايضا يا ابو كم نص من الاذاعه هم يا زوري. شو يقول لي المخرج اللي هو المسفر فيصل المسفر، يا معود احنا اسمك نزلناه برمضان لا توهقنا والوكيل يدري وهذا كذا. قلت له بس النص اللي هذا مو شيء، ما يناسبك، ما لقيت نفسك فيه، ما يناسب، وبعدين ما في شيء اقوله، واحنا عاده نقول شغلات كوميديه خفيفه طبعا، ما توصل رسائل خفيفه، ايوه بس ما تخلى من بعض الانتقادات. خلاني قلت له ما تنشو، ما دام انت الحين نزلت الخبر انا احاول اكتب مسلسل اذاعي خلال اسبوع. فكتبت احلام الزرازير. احلام الزرازير المستعيل على رزقه، هاي معناها. اي نعم، يعني انت قاعد تحلم شيء اكبر من حجمك. يعني تلقى ريان مو مكمل الإعدادية يبي يصير مليونير ويشتغل بالتجارة، ولا بيصير دكتور، أو بيصير دكتور، أو ما شنو، أو يبتدي يشتغل بالممنوعات والسب المال والجاه وهذا، وتجي المشاكل على رأسه. صح. زيادة على ذلك أيضا بعض القوانين أو بعض الشغلات اللي تصير بين البيوت وبين العوائل، للأبو أو أب، قصدي الأخ الكبير، ساعات يسيطر على باقي العائلة ويحرمهم من ورثهم، أو الواسطات في المدارس اللي قاعد بعض المدارس كثيرة، أو بالتجارة اللي يقصون يخدعون الشيكات ويخدعون واحد طيب. بعض النقد حق وزارة التربية طبعا النقد خفيف طبعا، يعني بما معناه أن أيضا المدارس هذه الحكومة تصرف ملايين، ولكن في ظروف في 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 نواحي كثيرة الحكومة مقصرة. اي نعم، فنبيها تكمل يعني احسانها، تكمل احسانها اساس. اي نعم، شلون؟ فكتبت هذا احلام الزرازير وتكملها الحين ان شاء الله بباقي الحلقات.
اي نعم. اذا بتنزل هالشغله شذي جريد فاحسن لك انك تنزل هذا الحين لانه بعدين يصير محروق هذا. بس ادوار اختيار اسماء ابو عدنان عندك ما شاء الله يعني شيء ما حد يسوي اختيار اسماء صابون ناعس الطرف ناعس الطرف مستور اسم حاج فهد مستور اسمك انت اسم الناظر عبد المطلب بو همام لان هذا ما يلع يعني فعنده خبر كل احنا يا استاذ عبد المطلب صار يا له ولد كانت تذبحتوني ترى صك عمري 60 سنه يا لي ولد ما بعتوني ايش سميته قال همام زين بعدنا شنو نشاطك ان شاء الله بعد العيد؟ الحقيقه عندي مسلسل احاول الحين اضبطه ان شاء الله حق بعد رمضان ان شاء الله اذا صار عندنا وقت ممكن ينزل العمل بعد رمضان. اوكي طلتك مهمه بعدنا الناس ترقبونك والله وامل ان شاء الله اني اقدم مسرحيه على المسرح الجديد ان شاء الله لو فصل واحد بعدنا لا لا مسرحيه كامله عندك يعني خاش المشاريع عندي فكره هي بعد ما الحكومه ما قصرت يعني سمت المسرح هذا باسمي وأنا مديون لهم يعني لا والله تستاهل لهم فضل كبير علي فلا بد على الأقل نفتتح هذا المسرح بعمل تستاهل بعدنا تستاهل والله زين بعدنا الكلمة الأخيرة تقولها حق المشاهدين بمناسبة عيد الفطر والله عيد الفطر طبعا عيد الإسلام والعرب جميعا انتهز الفرصة لأرفع لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح أسماء آيات التهاني والتبريكات مع كذلك إلى صاحب السمو ولي العهد الشيخ نواف وإلى الشعب الكويتي بشكل عام وإلى الأسرة الحاكمة وإلى الأمة الإسلامية والعربية كل خير وأمان وقول كل عام أنتم بخير وبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده ألف شكر بعدنا